الحربي لحربي طويلة بعيدة على ياسين الشيخاوي. محمد أمين بن عمر كرة قصيرة ما زالت لصالح النجم الرياضي الساحلي. خرجت من قالفة كرة ترجع لأيمن المثلوثي. أيمن المثلوثي يحطها على الجهة اليمين وجدي كشريدة مع الشيخاوي لكن قبل الشيخاوي. كرة قدام داروين غونزاليس. رجعت الاتحاد المنسيري باهية باهي التحضير وباهي الهجوم. عملية الإدفان فييرا مدرب هذا الموسم. نحكيو على المدربين برازيلي جورفان فييرا مواليد سبتمبر 59 في اتجاه ياسين الشيخاوي. رجعت الكرة لأبناء الاتحاد. محرز المالكي حكم المباراة. يكون فريدة على الجهة اليمنى وجدي. وجدي عنده الكرة كشريدة العرضية. هذه كرة بالراس من الدفاع مرة أولى. ثم ترجع من جديد لرضوان زردوم. زردوم والحكم ماذا يقول؟ لا سبقية بمخالفة لشركة إفريقية هذا الموسم في كأس الاتحاد الافريقي. ترجع الكرة حسام أتقى في وسط الميدان. لمسة إلى فهمي بن رمضان. بن رمضان يبعد لداروين جوزا. وجدي كشريدة. ياسين الشيخاوي الحرار فريق النجم الرياضي الساحلي. ياسين الشيخاوي رجعت الكرة من معتصم صبو ثم دريس المحيسي ورايا من حكم. هذه اللحظات النجم على دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري يحاول بهجمات معاكسة خطيرة بقيادة الياس موجود. ياسين الشيخاوي كذلك حمزة الأحمر زوز ملاعبية نعرفوهم عندهم كانت فنية ممتازة خاصة في التمريرات الحاسمة. نحكي على حمزة الأحمر المنستيري والنجم الرياضي الساحلي. رد أيضا على هذه المحاولة بالثانية كادت تأتي بالجديد في هذه المباراة. رجعت الكرة محمد داروين يعمل تغطية على الكرة لداخل محمد أمين بن عمر. وصلت الكرة ياسين الشيخاوي يعمل ياسر الجلاسي. ترجع الكرة دريس حيرسي ما يخش كورتو ياخذها ياسين الشيخاوي. الشيخاوي مع حسام أتقى والحكم ماذا يقول؟ المخالفة والأسبقية لمتوسط ميدان. كرة لرضوان زردون بالراس فهمي بن رمضان. دوزيام بال من وجدي كشريدة تمشي لداروين غونزاليس ما ياخذهاش. ترجع لوسط ميدان النجم الساحلي محمد أمين بن عمر إلى حمزة الأحمر. تحية مرة أخرى لكل مشجعي الفريقين قاعدين يتابعوا في هذا الديربي دربي الساحل. فملاعب ملقى على أرضية الميدان ضد النجم. رجعت الكرة لأبناء المدرب البرازيلي جورفان فييرا. خطيرة العملية لكن كرة خرجت من رضوان. واصل العملية لصالح النجم الرياضي الساحلي داروين غونزاليس لكن مقطوعة الكرة تمشي في اتجاه الشامبيون موموني ومعه صدام بن عزيزة. جلب البولي من مناطقه. تغطية موجودة من صالح الحرابي مرة أولى ثم ترجع من جديد لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري. حسام أتقى عنده الكرة في وسط الميدان إلى روجي. روجي كرة في اتجاه إدريس. زوز هزايم ضد السي اس اس هدفين مقابل هدف في صفاقس ضد الترجي الذي توصي في الجولة الثانية واحد بلاش هدف حمد الهوني وتعادل مع اتحاد بن قردان. هذه كرة حمر ذكية العملية إلى وجدي كشري. وجدي عنده الكرة ورجع لحمزة الأحمر. الأحمر حمزة الأحمر فكر بالتوزيع يوزع الكرة. هذه كرة مرة أولى ومرة ثانية والتصدي من الدفاع. ضاغط النجم الرياضي الساحلي في هذه اللحظات. ضاغط النجم الرياضي الساحلي في هذه اللحظات مرة أولى. ياسين الشيخاوي مرة أولى ثم ترجع مرة ثانية من جانب الهجمة خلفها وتتواصل العملية. توزيع خطيرة خطيرة الكرة كانت. التعادل يتواصل هنا مشاهدينا على الوطنية الأولى دون أهداف. تتواصل العملية لصالح النجم خطيرة. إن غونزاليس ياخذ الكرة
يحطها في شباك الاتحاد الرياضي المنستيري. كل ضاغة النجم الرياضي الساحلي بعثها الهدف، بحث على هدف وجاء الهدف في تنشوش، يقطع الكرة شافيو موموني شافيو، ترجع الكرة لحسام أتقا في وسط الميدان إلى روجي، روجي لمسة مع محمد الصغراوي في دفاع أسبق منه الحرابي، ترجع بالرأس ياسين الشيخاوي إلى رضوان زردوم، حركة نشيط في هجوم النجم الرياضي الساحلي، نحكي على الجزائري رضوان زردوم. داروين غونزاليس في دقيقة 39 من هذا الشوط الأول، هذه كرة خطيرة للنجم الرياضي الساحلي، كرة ياسين الشيخاوي، ياسين الشيخاوي. الحكم يقول ثم مخالفة ضد محمد أمين برامر، تنفذ الكرة حسين أتقى، أتقى كرة لعلي العامري، علي العامري مقطوع الكرة من جانب النجم الرياضي الساحلي، كرة لمحمد أمين برامر، برامر يطلب في الكرة ياخذها حمزة الأحمر. الشوط الثاني من هذا اللقاء، انطلاق الشوط الثاني مشاهدينا الكرام على القناة الوطنية الأولى، مباراة القمة، قمة الجولة الرابعة ذهب لبطولة الرابطة في توقيت 50 دقيقة لعب. السباقية لصالح النجم الرياضي الساحلي، هدف مقابل صفر، هذه كرة في العمق إلى زياد العلوي، زياد الهجمة إدريس بين زوج ملاعبي، إدريس إدريس المحيرسي عنده الكرة، ترجع لحسام أتقى، أتقى إلى وسط الميدان، كرة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري والنجم متقدم، هدف مقابل صفر، هذه كرة والتوزيعة إلى زياد العلوي، كرة سباق إلى رضوان زردون بالراس، تقطيع دوزيام بال في وسط الميدان للنجم، كرة لسليم بوخانشوش، بوخانشوش عنده الكرة، إيما عندنا وجدي كشريدة، كشريدة نقطة القوة على اليمين، وجدي البحث عن حمزة الأحمر، ترجع الكرة من دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري، كرة لحسام أتقى، أتقى طويلة مقطوعة من صدام بن عزيزة، ترجع الكرة من هدي خلفه برا، والبناء الهجمة، كرة الوجدي كشريدة مقطوعة من إدريس المحيرسي، ترجع للاتحاد الرياضي المنستيري، حسام أتقى عنده الكرة، حسام 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 يبعد ياخذها الياس جلاسي، جلاسي دقيقة 54، ثم منذ قليل يضيف الثاني النجم الرياضي الساحلي عن طريق ضربة جزاء ناجحة بإمضاء حمزة الأحمر. مباراة إلى حد الآن ارتفع نسق المباراة، ارتفع فيها النسق، وشاهدنا أحمر ينفذ الركنية مقطوعة من فهمي بن رمضان، كرة في اتجاه الياسر جلاسي، جلاسي معه داروين، والحكم ماذا يقول؟ الأسبقية بمخالفة لداروين جون. 1-2 ما زالت في مناطق الاتحاد الرياضي المنستيري، خرجت من محمد الصغراوي، مشيت على الجهه اليمين للدفاع عن النجم الرياضي الساحلي. الثاني مكان علي العامري، التغيير الوحيد اللي قام به لسعد جرده مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري، في المقابل ايضا تغيير وحيد قام به المدرب الاتحاد الرياضي المنستيري. كرة ترجع، كرة لحسام أتقى، قال الاتحاد الرياضي المنستيري لمسة مع الياسر الأجلاسي مقطوعة من رضوان زردوم، رضوان زردوم والمخالفة، كرة والعرضية بالرأس من صدام بن عزيزة مرة أولى، ثم داروين دوزيام بال الاتحاد الرياضي المنستيري، التمهيد إلى الهادي خلفه، الهادي خلفه، كرة لحسام أتقى، أتقى عنده الكرة داخل منطقة الجزاء، حسام أتقى، وترجع الكرة لرضوان زردوم الجزائري، يفتكر سافر إلى القاهرة لمواجهة أهلي طرابلس الليبي، الذهاب بالنسبة للاتحاد وهو الفائز في مباراة الذهاب، هدفين مقابل صفر. شاكيف في توقيت غونزاليس قبل ما يعدل دريس المحيسي النتيجة للاتحاد المنستيري، وهدف الفارق يعمل الفارق هو هدف حمزة الأحمر. تواصل العملية من ياسين الشيخاوي، ثم حمزة الأحمر، حمزة الأحمر ما فماش مخالفة، شوفوا الموجود الحارس الملكي قريب من اللاعبين شافيو موموني. أسبقية اللاعب حسام تقا، حسام تقا يلعب الكرة مع زياد مع الياس الجلاسي بالقدم لدريس المحيسي. ما زالت الاتحاد الرياضي المنستيري معتصم صبو، كرة تدور الياس الجلاسي يلعب الكره في وسط الميدان، وموجود حسام تقاء، معتصم صبو هذه خلفه
بين النجم والاتحاد الرياضي المراسل. هذه كرة لرجاولو لحسام أتقى، كرة في الدفاع إلى فهمي بن رمضان، فهمي بن رمضان بعد خروج موزيسون كوما النيجيري. ترجع الكرة للاتحاد الرياضي المراسل، كرة من روجي تمشي لمحمد الصغراوي مع صعود لمعتصم لسليمان كوليبالي، ممكن يكون معاوض لرضوان زردوم شاكي. ذن لطفي مدافع ومهاجم، هذا خيار البرازيلي النجم الرياضي الساحلي على حافة الميدان. عمر كوناتي مدافع النجم، تابع هذه العملية، عملية خطيرة، وضرب الجزاء، ضرب الجزاء يقولنا كانت ناجحة من الجزائري سليم بوخانشوش. ثلاثة اهداف مقابل هدف الى حد الان في هذه المباراة للنجم الرياضي الساحلي، والكرة سهلة في دين الحارس رامي المثلوثي. أربعة اهداف الى حد الان في هذه المباراة، وراس بقية للنجم الرياضي الساحلي، ثلاثة اهداف مقابل هدف الى حد الان. مباراة شهدنا فيها زوز ضربات، نفذ الياس جلاسي الى محمد الصغراوي، كرة لحسام أتقى، قاي وزع في العمق، البحث لزياد العلوي، زياد ياخذ الكرة مقطوعة مرة أولى ومرة ثانية، رمضان بن رمضان ماهد في وسط الميدان، روجي لمسة إلى حسام أتقى، أتقى أتقى معه سليم بوخانشوش، لمسة للهادي خلفه، الهادي خلفه عنده الكرة يمر على الجهة اليمنى الهادي. تنفيذ ضربة الجزاء عن طريق سليم بوخانشوش الجزائري اللي رفع بها الفارق إلى ثلاثة أهداف لصالح نجم الفلسطيني في هذا اللقاء، ديربي الساحل رقم 91 بين النجم والاتحاد الرياضي المنستيري. رجعت الكرة من لخلفه، كان أمام فرصة تعديل نتيجة، تسديدته كانت قوية لكن فوق مرمى الحارس رامي الجبسي، معوض أيمن البلبولي، مخالفة تماس، ترجع الكرة لوجدي كشريدة، عرضية إلى حمزة الأحمر، الأحمر وزع في العمق، البحث على سليمان، ياخذها سليمان، سليمان كوليبالي، 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 جانبية الكرة، جانبية باليسار من ترجع للاتحاد الرياضي المناسيري. حسام أتقى عنده الكرة في وسط الميدان، حسام كرة تمشي للاتحاد الرياضي المناسيري الهادي كرة، شافيو شافيو مازال محافظ على كورته، لمسة إلى حسام أتقى، أتقى لمسة كرة لمحمد الصغراوي، صغراوي كرة الاتحاد يفكر بالتوزيع، يوزع الكرة بالرأس مرة أولى من سليم بوخانشوش، حسام أتقى عنده الكرة، لمسة إلى الهادي خلف على مستوى الجهة اليمنى، الهادي الخلفة إلى حسام أتقى، يفكر بالتوزيع، يوزع الكرة والركنية، يربح ركنية في